أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. رح أبدأ بصورة سريعة بقصة جولات الحكومة في المحافظات، متواصلة وعلقنا عليها في الحلقة الماضية. اليوم كانوا في الزرقاء، قاطعت البلدية، قاطع اللي هي المجالس المحافظات اللي هي لا مركزية حضور الجلسات، لم تستمر الجلسة 5 دقائق حتى التوتر. يعني أنا بقول لازم توقف هاي اللقاءات، بس هم ماضيين فيها يعني، ولا زالت تعبر تعبيرا واضحا عن حالة قطيعة بين الدولة مؤسساتها وبين الناس. فما الحل؟ يعني شو الحل؟ أنا بديش أحكي عن قانون الضريبة، لكن أنا بدي أحط حالي سايكولوجيا، نفسيا، سياسيا، ثقافيا، فكريا محل الرزاز. لو أنا محلك بستقيل وتقول لي إنه ده أنا استقلت هذا مش لمصلحة الوطن، لا، أنا مصلحة الوطن. أنا باعتقادي أنه في حالة من اثنتين، إذا استقالت الحكومة قالت خلاص أنا مش قادر، والرزاز قام بهذا الانعطاف الضروري، سيدخل الحياة السياسية في مأزق. إحنا بحاجة إله، وراح أحكيها وراح أظل أحكيها، نحن بحاجة إلى مأزق سياسي. إحنا واقعين في المأزق الاقتصادي، إحنا فيش عنا إصلاح سياسي، إحنا فيش عنا إصلاح سياسي نهائياً. منذ أن انتهت موجة الربيع العربي كله بتراجع، الصلاحيات تتكدس في مكان ويترك الآخرين في مكان، ترهل الحالة الإدارية، الفساد يزداد، كل هذه العناوين تحتاج إلى مأزق. لذلك دكتور عمر، يا ابن منيف ويا أخو مؤنس، حكومتك لفت على المحافظات رفعوا بوجهها الكرت الأحمر، قالوا لهم إحنا ما بدنا نسمعكم، رغم شعبيتك، رغم حب الناس إليك. والقضية مش قضية شخصية، إذا كنت ترى أنك تريد الذهاب إلى الأفضل استقيل، وإذا استقلت زي ما قلت لك بتدخل المشهد في مأزق، وعند ذلك رح يبدأ المرجعيات لأكبر منك وهي قوى متعددة ستفكر بأن المسألة لم تعد إقالة ملك ولا استقالة رزاز، بل مشهد شعبي ساخن محتقن. وعلى فكرة استقالتك أحسن ما تنزل الناس على الشارع، أفضل بكثير، مش بحاجة أن الناس تنزل على الشارع. إذا حدث ذلك، وإنت اليوم أجريت استفتاء ديمقراطية شبه مباشرة من خلال زيارات فريقك الحكومي للمحافظات ورفض الناس إلها، وسمعت كلام قاسي، هذا الاستفتاء والاستطلاع أحسن من دراسات مركز الدراسات الجامعة الأردنية أصدقائك، أحسن. واضح الناس زي ما حكيت لك بتعطيك كرت أحمر، استقيل. وإذا استقلت ستدخل المشهد لمرة ثانية في مأزق، وإذا دخل في مأزق المرجعيات تبدأ تفكر هل سنعود إلى تشكيل حكومة بنفس الطريقة وبنفس الوجبة، ولا كأنه هذا يشبه 89 وانعطافة وإصلاح سياسي. هل نحن بحاجة فعلا هاي المرة نكون صادقين مع أنفسنا؟ المرجعيات تسأل حالها، أنا مش أنا اللي بحكي، إنه إحنا بحاجة إلى تغيير النهج، وعند ذلك نبدأ بأسلوب جديد وبطريقة جديدة وبلغة جديدة. هذا ما أتمنى أنا شخصيا. البعض بقول لك لا، وبدناش نأزم رئيس التأزيم وزير التأزيم، لا يا أخوي، خلي يصير فيه تأزيم، إحنا بحاجة لهالمطب. هذا المطب إذا موقعنا فيه واستقال الرزاز ودخلنا في مأزق، نكتشفش بعدين أن طربة الباية وطربة البنزين بتسيل شوي وبكرة بتفرط. هذا اللي أنا حبيت أحكي. وأنا أتمنى إذا الرزاز ظل على عناده واعتقد أنه هاي يعني أدار ظهره لهذه الاحتجاجات الشعبية وراعى البرلمان، بتمنى أنه البرلمان، النواب، مجلس النواب يرتقوا إلى مستوى اللحظة وردوا القانون، يسكروا بوجه الباب وخليهم روحوا. إذا المرجعيات مش عاجبها رد قانون الضريبة وأسقطوا النواب، يحل وتروح الحكومة والبرلمان وندخل مرة ثانية في اشتباك مرة أخرى جدي محوري رئيسي سياسي وازن،
يعرف اللي خلف الحكومة من يؤشر واللي بيشكل الحكومة وبقيم الحكومة وبروح الحكومة، إنه القصة أصبحت بحاجة إلى طريقة أخرى في التفكير، وطريقة أخرى في الإدارة، وطريقة أخرى في الحكم. وهذا مش معنى أنه أنت بتقدرش ظروف الوطن، لا بتقدر وبتعرف أنه في ضغوط خارجية. خلي الضغوط الخارجية تعرف أنك في مأزق سياسي، بتخف عنك أكثر. وحتى الرياض والسعودية راح يبدوا يساعدوك، هذول تخلوا عنا. ولذلك خلينا نفكر بطريقة صحيحة. خليك بسيط يا دولة الرئيس، اقعد مع حالك، حط راسك على المخدة واسأل حالك. محافظات 12 محافظة بدها شياك، بروح. وانت محترم ترى ومقدر وشخص مهذب، لكن اجيت في توقيت صعب. اختار اللي بيناسب مدنيتك، منطق الحداثي اللي انت بتفكر فيه. ناس بدها شياك يروحوا، حكيتها المرة الماضية. الشعب مصدر السلطات وقال لك انا ما بدي اياك، روح. وخليهم يدخلوا في مأزق، وقبل ما نروح كلياتنا على الحيط خليهم هم يضربوا بالحيط، عسى وعلى انهم يعقدوا انعطافة بشأننا او بخير. هذا رأيي. محافظات بدها شياك، بنصحك بالاستقالة. بدنا نروح لموضوع اخر. امبارح كان في قمة باعتقادي انها مهمة وهامة وهامة جدا، جرت في سوتشي في روسيا بين اردوغان وبين الرئيس الروسي بوتين. موضوعها ادلب بس، لا موضوعها. وهاي ترى اجت بعد قصة قمة طهران. قمة طهران اردوغان لا قال ما في هجوم على ادلب، كان في تركيز من كل من ايران وروسيا، لا بدنا نهجم على ادلب. لكن على ما يبدو انه اردوغان، اذا بدك الصحيح، بدك الصحيح، اردوغان اسهمه تراجعت عند سنة سوريا بشكل كبير. لكن بعد هذه الحادثة انا بدي اقول له شكرا، حقنت دماء 4 مليون سوري في ادلب، وهناك اتفاقية وبيجوز مداها لشهر 12، وبتمنى انها تنحل المشكلة، بتمنى ان المشكلة تنحل. لذلك بديش ارجع للصورة اللي انا بحبهاش، جلوس كل الاطراف بتحل مشاكلنا واحنا ملناش خص، بديش احكي بهاي القصة. لكن بدي اقول انه اللي بصير في 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 هذا الاجتماع كان مهم. ومرة ثانية تركيا اليوم تقاطعت مصالحها الحيوية الاستراتيجية بإدلب مع مصالح ضبط قصة ما يروحش للمشهد لحمامات دم وحقن الدماء وإلى آخره. لكن في أسئلة كثير تتحدث عن الاتفاقية، معناش حتى الآن صورة واضحة عن الاتفاقية. لكن الاتفاقية حكى حسب ما حكى وزير الدفاع الروسي أنه لا هجوم على إدلب، وأنه هذا الأمر مأجل لشهر 12، يعني بدو يشوفوا مدى الاتفاق. يعجبني هذا الأمر، يعجبني أنه في حديث عن منطقة عازلة جديدة، يعني راح يكون في مناطق عازلة جديدة، منطقة للعسكريتاريا بمعنى للمقاتلين، ومنطقة بالنهاية في تسوية. وأردوغان شو راح يدفع مقابل ذلك؟ أكيد استقرار وأمنه وعدم تدفق لاجئين على أرضه، وحقن الدماء في, 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 في إدلب حتى لو تسلمت الأسلحة الثقيلة. كل هذا جيد، لكن المهم في النهاية أنه هذول الناس ما يموتوش، لأنه صار في استسهال في الموت. يعني تجربة الغوطة تحديدا، تجربة الغوطة الأرض المحروقة بين قوسين جروزني، يعني خلتنا نتألم، لأنه النتيجة بتكون محسومة. النظام السوري انتصر بروسيا وإيران وسيدخل إدلب وسيأخذ هذه، لكن ليش يكون في حمام دم؟ وباعتقادي أن الروس بيفكروا بطريقة استراتيجية. الروس بيختلفوا عن الإيرانيين، خلي أشرح لكم إياها. الإيرانيين والروس والنظام السوري أنه الأتراك لساتهم بيقاتلوا على تسوية سياسية، يعني بالأخير بدهم حد الأدنى من مطالب الشعب السوري تتحقق، وممكن هذا يساعدهم عليه الأمريكان، مع أنه الأمريكان تركين المشهد للروس. وعلى فكرة الأمريكان أنا زمان حكيتها، وكبار كتابهم كانوا يقولوا اتركوا روسيا في سوريا تقلع شوكها بإيدها، خلينا نشوفها بتقدر تعمل إعادة إمارة، خلينا نشوفها كيف تواجه قصة الإرهاب، خلينا نشوفها كيف تواجه وجود إيران ونفوذ إيران، خلينا. يعني كانوا يقولوا أن روسيا بتتورط في هذا المشهد، وعلى فكرة روسيا تشعر بهذه الورطة، ولذلك راحت مع الأتراك إلى أبعد مدى. شو اللي خلى بوتين يوافق؟ لأنه بيعتقد أنه الاشتباك ممكن يؤدي في إدلب إلى عملية كيماوية مفبركة ودخول أمريكا على الخط، لذلك راعى الأتراك، لأنه مستحيل يقوم بعملية بإدلب بدون تركيا، لأنه تركيا ممكن تخلي إدلب معركة حقيقية. كل هذا خلى بوتين وأردوغان يروحوا لقواسم مشتركة ويتفقوا على قواعد حقيقية. لكن في أسئلة تطرح، لماذا قبل الروس؟ أنا باعتقادي في مصلحة الروس يقبل، وفي مصلحة للروس أنه الأتراك ما ينسحبوش من التنسيق معهم. وسياسة القضم شوي شوي هي السياسة راح تكون بالنسبة لإدلب. حتى أردوغان إذا انتبهتوا امبارح حكى في كلمة مهمة جدا عن حسن الجوار،
يعني كأنه في إشارة أنه ممكن يقبل النظام السوري، لكن رح يكون في قبول للنظام السوري إذا ضغطوا الأمريكان كمان في صيغة جديدة، صيغة ممكن تكون دستورية جديدة. لكن أنا بهمني بالأخير ما أشوفش حمام دم موجود في إدلب، لذلك أنا سعيد بما قام بأردوغان، وأعتقد أن أردوغان فرمل الآلة العسكرية لروسيا وإيران والميليشيات الإيرانية والنظام السوري في ذبح إدلب، يعني فرملها، وهذا شيء جيد. الأمريكان بيحاولوا يقولوا نحن موجودين مش أكثر، يعني جمعوا الدول السبعة المجموعة الصغيرة بينهم الأردن وعملوا إعلان مبادئ وعطولة ديمستورا بدهم يشتبكوا بالمشهد. امبارح الإسرائيليين بيقصفوا باللاذقية، وقبلها قصفوا اللي حتى قال إنه الإسرائيليين والفرنسيين اللي قصفوا امبارح اللاذقية، وقبلها قصفوا اللي هو مطار دمشق الدولي، في اشتباك. لكن في النهاية أنا باعتقادي إنه الملف السوري بتطور وبنضج بطريقة مهمة جدا. يعني هذا اللي أنا حبيت أحكيه. أنا مرة ثانية أعتقد أنه يستحق أردوغان أن ندعمه بهذا الاتجاه، يستحق أردوغان أنه يعني في هذه اللحظة راح باتجاه يعني ضبط إيقاع المشهد السوري، وقف نزيف الدم بطريقة أو بأخرى. ما هو مصير النصرة؟ سؤال مهم، سؤال مهم. في البداية الأتراك لهم علاقة كويسة بالنصرة، الأتراك قالوا عنهم إرهابيين، لكن أنا باعتقادي أنه في شغل من أردوغان ومن الأتراك على موضوع أن النصرة يتم تفكيكها. وعلى فكرة النصرة جزئين، جزء منها متشدد ومعتدل، وفي جزئين آخرين النصرة ممكن تقسمهم لسوريين وأجانب. الأجانب ممكن يكون في لهم حلول، حتى يقال أنه في كثير حلول عند الأتراك تجاه الأجانب. في هناك السوريين، في هناك تيار معتدل وتيار، وأنا بحكيها بصراحة النصرة يجب أن تعي هذه اللحظة. يعني عنزة ولو طارت وبدنا ننتصر وغصبت عنهم وبدنا نستمر في المعركة ما بزبطش، بيعزلوك وبسحقوك. لذلك أنا أدعوهم إذا بسمعوهنا أنهم يقبلوا بالتفكيك والاندماج وأن ينتهوا من ملف سوريا أحسن لهم، لأنه راح تكون النهاية دموية، يعني النتيجة راح تكون قاسية وقاسية جدا. وتركيا عندها استعداد، تخلت عنهم وجعلتهم إرهاب، ولكنها لا زالت تراهن من باب إنها بدهاش تخلي إدلب حمام دم على إنه النصرة تكون عاقلة وتفكك حالها وتروح وتذوب في المشهد وما يظلهاش قوة. يعني الأتراك بيعملوا لهم قنطرة نجاة حتى يخرجوا من هذا المشهد. وهنا بظهر عنا عالم من علماء السلفية الجهادية موجود في الأردن، وهو أبو محمد المقدسي. محمد المقدسي فاجأنا ب، وطبعا يعني أبو محمد المقدسي شخص ذكي، مش 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 شخص عادي. لا يمكن وصف أبو محمد المقدسي بأنه شخص، يمكن اعتباره شخص عادي. أبو محمد المقدسي قبل جوز 3-4 أيام أسبوع كفر أو أعلن فتوى تكفير أردوغان. طبعا مش شيء جاب هالزلمية. وأبو محمد المقدسي موجود بالأردن وفي توافقات بينه وبين الأجهزة الأمنية، واستخدم واستثمر في مواجهة داعش. هذا الرجل أفتى بأن أردوغان كافر. لماذا؟ لأنه يريد أن يشتبك أبو محمد، له تأثير في النصرة، وبدأ يشعر أن ثم التيار معتدل في النصرة ممكن أنه يقبل بتسويات أردوغان. وعلى فكرة اللي بيسمع أيمن الظواهري في رسالته الأخيرة بمناسبة 11 سبتمبر لأول مرة بيستخدم أدبيات زعماء مسلمين، وباعتقادي أنه هون بيغازل وبيخفف اللهجة مع أردوغان، لأنه أردوغان أصبح للأمانة شئنا أما بين اتفقنا أم لم نتفق قبلة كثير من الحركات الإسلام السياسي، وتعتبره يعني عامل نجاح ويخفف عنها. قبلت ما قبلتش أنت حر. لكن أيمن الظواهري باعتقادي أنه التقط هذه الإشارة وتعامل معها بطريقة أو بأخرى. لكن صاحبنا أبو محمد المقدسي لا يكفر أردوغان. لماذا؟ لأنه بده النصرة تحول، يعني أنت بدك أبو محمد المقدسي النصرة تحول إدلب حمام دم؟ ولا أنت المعركة محسومة عن عندك طوباوي هالقد؟ أنت ما أنت شايف داعش واندبحت، والنصرة بكل الأماكن اندبحت، القاعدة بأفغانستان اندبحت. يعني لماذا هذا الإصرار على الاستمرار في مثل هذه المقاربات؟ فتوى زي هاي بتقوض التيار المتشدد في النصرة على حساب المعتدل، فتوى زي هاي تقتل عملية التسوية اللي بتجري مع أردوغان، فتوى زي هاي هدفها تعمل حاجز بين النصرة وأردوغان، فتوى زي هاي بتخلي النصرة تدقر وبالتالي ممكن تقوي مقاربة روسيا ومقاربة
الإيرانيين والنظام السوري. ما كان في داعي في مثل هذه الفتوى، وأنت تصدرها من عمان، وأتمنى على الدولة أيضا تعمل قرص إذن لهذا الأمر. من مصلحة الدولة حقن الدماء في سوريا، من مصلحة الدولة نهاية سلمية لخفض التوتر في شمال سوريا، من مصلحة الدولة تفكيك هؤلاء، من مصلحة الدولة، من مصلحة الدولة الشد على يد أردوغان في مقاربته اللي في هذا التوقيت فيما يتعلق بشمال سوريا. ولذلك أنا ما بفهم لماذا يعني تتجه الأمور بهذه الطريقة المؤسفة، لكن أنا بعتقد أنه الفتوى السياسية، الفتوى هدفها توجيه رسالة واضحة إلى النصرة أنك تشددي في هذا الموضوع، وتشددت بتروح إدلب، تشددت وما تفككش، بيعزلها أردوغان وبيخلي القصف إلها. يعني القصة مش هيك، القصة جميل جدا أن ندخل في عملية مفاهمات وعقل سياسي، هذا اللي بتمناه وهذا اللي أرجوه يعني، وبتمنى أنه يعني تكون الرسالة وصلت وبهذا الاتجاه. بدي أكتفي بالحديث عن هذه الملفات، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود بعد ذلك لملفات متنوعة ومتعددة في استديو اليرموك.